وديني وديني يا ربيكو كلكو. اهدي. بقول لك ايه يا ابيض، يعني انا اصلا والله والله ما كنتش هجيب سيره طنط كريمه مامتك ابدا اطلاقا، والله ابدا. ده كفايه كفايه انها جابت لنا العسل الابيض قوي اللي زيك ده. ميرسي. دي كتيره بس ميرسي. ده انت ابيض قوي. لا انا مش ابيض قوي، انا ابيض قوي فعلا. ابيض زياده عن اللزوم من جوه من جوه والله. ميرسي والله. عشان عارفه ان اكيد يعني احنا هنصعب عليك وهتحس باللي احنا فيه. ايوه. وهتشوف لنا حد يحاسبنا. شو حد يحاسب لكم؟ هو انا اللي انا مش مفهوم صح؟ اقولها لكم بطريقتكم؟ مش حاسبكم تمشوا من هنا استحاله. ولو ما دفعتوش هطلبوا بليس اقول له طب تعالى حد يسيب حق الفندق. لا 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 بتهزر بتهزر. بس تختار انت اللي تدفع، تختار انت اللي تدفعي، المهم حد يدفع، مفهوم؟ امبا لا لا برضو. يا عم اهدى كده وخليك فريش. احنا فريش وفرافيش، احنا نصب هنا مفيش، طول ما الفندق جوه جميل يبقى الدفعيه اما شاويش. الناس بتحلم بيا. لا ده انت شكلك فاضي بقى وقاعد قدام التلفزيون عمال تحفظ لي في اعلانات رمضان كلها. طب طلع تقول لي هلا هلا عسل الله. بس بس هلا هلا افشي. انا هطلب بوليس. ايه ده؟ هو ليه فجأة كده طلع فاصل؟ فاصل ايه ده؟ مشحون على الاخر. طب بالراحة. طيب الله في ايه يا سعيد؟ انت مسيبني شغلي واكل عيشي وجايبني عند المراجيح وانا عاد صغير. شغلي واكل عيشي ايه؟ هو في حد هنا في الاوتيل؟ عايز ايه طيب؟ عايزك في مصلحة. عايز فلوس؟ هو انت ليه تاكل؟ انا لو عوزت فلوس هطلب منك انت يا عدوي. ايه ده؟ احترم نفسك. طب عايز ايه؟ انا جاي ارسم لك مستقبلك. ترسم لي مستقبلي؟ شكرا يا سيدي، مش عايز ارسم حاجة. شكرا. عدوي انا جايب لك عروسة. طب انت موطي صوتك ليه؟ عشان محدش يسمعنا. هو في حد غيرنا؟ شفت؟ اديك قلت هو في حد غيرنا. شفت بقى عدوي؟ فوق بقى كده لنفسك عدوي. عروسه؟ اه. لا يا سيدي شكرا، مش عايز عروسه. انا مش لما تعرف بس هي مين الاول. ايه ده انا عارفها؟ اه هي معروفه جدا. ايه ده مشهوره ولا ايه؟ معلش عدوي انا اسف، يعني هتفرق معاك اذا كانت مشهوره ولا لا؟ يعني مين العروسه دي؟ مين؟ كروانه. كروانه؟ اه كروانه اللي اشتغل معانا هنا. ليه كده؟ حرام عليك يا اخي، ده انا احلى منها. يا عدوي البنت غلبانه ومنكسره، وانت كمان غلبان ومنكسر، وصدقني هتلاقوا على بعض. طب يا ابني احنا ليه نجيب الغلابه والناس تقعد تظلم فيهم وتيجي عليهم؟ حرام عليك. ما عايز واحده كده تبقى قويه ومفتريه وتبقى ظهر ليا. حلوه دي تصدق؟ اه قويه ومفتريه وتبقى ظهر ليا. طب هقول لك بقى على السر اللي كنت مخبيه عنك. سر؟ سر ايه؟ البت دي غنيه. غنيه؟ وقويه ومفتريه. طب وازاي يعني غنيه وشغاله هاوس كيبنج؟ يعني هي بتغزي العين. بص هي لو صعبان عليك قوي كده اتجوزها انت. لا انا كنت عايزها عشان مصلحتك انت يا عدوي. يا سيدي شكرا، مش عايزين حاجه منك. شكرا. براحتك. انا غلطان اني جيت لك. انا هروح ادور لها على عريس غيرك. يلا روح، انت ما تستاهلش. خلاص يا سيدي شكرا، انا هتمرجح شويه وبعد كده اروح اشوف شغل. ما تتعبش نفسك يا غلاب، شوف لي عروسه غير قروانه بتاعتك دي. يا عم قروانه ايه؟ اسمها كروانه. يا سلام، قال يعني لما تنطق اسمها صح هتجوزها. عشان معذور ما شفتهاش بعد التعديل. يا عم متر غلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لي انك هنا. مش قلت لك اللي يصبر ينور. اوه يا ساتر، انت لبستها لي فستان فرح. ها عايز تحطني قدام الامر الواقع. لا والله انا عايزك تشوفها بس في تركيبه مختلفه. اه هي فعلا تركيبه دواء شبه برشام الفحم. ايه متر، هو مش شايف الصرف ولا ايه؟ صرف. صرف صحي. اخسانيك يا بطوطه. استاذ غلاب خد المدام وتفضل. مدام ايه؟ دي انسه بذمتك دي شكل واحد اخر الدنيا. اه صح، دي اخره مش دنيا. عشان كده عايزك تعمل لاخرتك يا فارس. عملك يا غلاب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ايه ده يا فارس؟ بتحاسبني عليا بعد كل اللي عملته عشانك؟ طب والله العظيم لازمها هنا معاك وقفل عليك الباب بس. لا 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 غلاب 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 ما تهزرش. لا 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 يا فروستي، لا لا يا فين حياتي؟ رايح فين شغل العسل لسه طويل؟ منى يا حبيبي تحب هواك يا غلاب. منى ولا غيرك يعرف ايه جواه. اوعى يا بنت، اوعى يا بنت. لا سيب البنطلون يا بنت. يا فروسه بقى يا الله يا غلاب. يعني يديك يا متر ندفع الفواتير دي كلها بعد ما الفرح اتلغى؟ ده كده يبقى موت وخراب ديار، ده كده مش حلو خالص. اسكت انت يا حماده. حلو خالص يا جماعه، مش انتوا طلبتوا الطلبات دي؟ يبقى انتوا تدفعوا الفواتير بتاعتها. ما احنا ما كناش نعرف ان العريس هيعملوا حادثه. هي عندها حق يا حماده، انتوا فعلا ما لكمش ذنب في موضوع الحادثه ده. يعني خلاص
هتعفينا من دفع الفواتير؟ عن نفسي انا ما اقدرش. نعم يا اسطى، امال عمال تحرق في بنزين من الصبح لما عملت لي لوش في دماغي عشان في الاخر تقولي انا عن نفسي ما اقدرش خالص؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده حماده؟ ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ اتفاجئت زيك. اسكت انت يا حماده. حلو خالص. لا مش حلو خالص، انا طلبكوا الامن. الامن فين؟ فين الامن؟ لا 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 لا، امن ايه بس؟ ده انا كنت بهزر معاك. كنا بنهزر. ايه الولد ده؟ سيبك منه. بص احنا معناش فلوس خالص، يا دوبك اللي فاضل لنا من العربون يكفينا ندفع اجره الميكروباص لحد عين شمس. صدقوا يا جماعه انتوا قطعتوا قلبي والله العظيم. سلامه قلبك يا قلبي. طب بص بقى يا مطوره، انا مستعده اقعد اغني لكم هنا في الفندق وزيع للصبح لحد ما نخلص الفلوس اللي علينا. هتغنوا لمين يا حسره؟ هو في زباين في الاوتيل يا حماده؟ لا والله ما شايف حد خالص. بس انت ليه يا استاذ ليه كده؟ ليه مصمم ان انت تقفلها في وشنا زي الدومنه؟ ده كده مش حلو خالص. اسكت انت يا حماده. حلو خالص. اسكت يا حماده، انا عندي حل لمشكلتكم بس لازم حماده يمشي. فهمتك يا شقي. حماده قلب حماده، روح اشتري لي صمغ عربي عشان الزق بيه ضوافري. ما احنا عندنا الكل يا ست الكل. حماده قلب حماده مش حلو خالص. قول لي بقى بسرعه، ايه الحاجه اللي انت كنت عايز تقولها لي ومش عاوز الواد حماده يسمعها؟ بص يا ست نوسه، الحل اللي انا هقوله لك ما ينفعش حماده يسمعه. ليه؟ هو حل سري؟ سري وسحري في نفس الوقت. طب الحقني بيه بسرعة. بص يا فنانة بصراحة كده أنا جايب لك عريس. يا فروس اصحى بقى يا فروس. الله يا خرابي، هو في بطاطا حلوة نايمة كده؟ ما تصحى بقى يا فارس، اصحى يا فروسة. إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه شفت شيطان ولا إيه؟ دخلت هنا ازاي؟ انا يا اخويا كسرت عليك الباب ده، الاوتيل كله صحي الا انت. رحت فتحت بالمستر كارت بتاعي وانا قليله في الاوتيل ولا ايه؟ ده انا الهاوس كيبنج، فتحت بالمستر كارت. ماستر كارت؟ انت عايزه ايه؟ انا قلت يعني يمكن محتاج حاجه، مناديل، فوت، ورق تواليت، مساج، حاجات من الحلوه دي. لا لا بعدين بقى، مش عايز حاجه. طب مش عايزني انضف لك الاوضه؟ مش خارج دلوقتي. دي حلاوتها بقى انضفها وانت نايم فيها. امال ايه؟ هو انت ما شفتيش الساين بتاعت عدم الازعاج؟ ساين؟ هو في حاجه جايبانها ورا ولا الساين؟ بقول لك ايه؟ خدني بس اقول لك ايه ده. لا 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 فارس، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا تيليكو عندي الستر، انا مش هجيب سيره. اخس اخس، واضح ان انا جيت في وقت مش مناسب. بالعكس، تعال تعال، ده انت اول مره تيجي صح. قومي تعال قومي. بقول لك ايه متر غلاب، مش عايزنا ننظف الاوضه. خلاص يا كروانه، اتكل على الله دلوقتي وهنتصرف عليه. اتفضل اتفضل. هو ايه اللي خلاص؟ مش انت قلت لي روحي الفروسه الاوضه عشان لو كده ده اتكل على الله، انا هظبطه لك وتجيب لك حاجات عندك. يلا بابا يلا. ولا تظبطه له تجيبوا لي لحد عندي. ما انا هو 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 ولا ايه يا بنت غوري في داهيه. يلا يا كروانه امشي. هو ايه قلت لي كله مجانين ده؟ انت تعبتني والله. اوعى كده. انت بقى اللي قلها تجي لي الاوضه. سيبك من التفاصيل اللي هتعبك دي وركز معايا في الاهم. اهم؟ اهم ايه؟ خير؟ جايب لك عروسه، بس اهم حاجه ما تقولهاش انك هتتجوزها عشان خاطر الميراث، مفهوم؟ وايه الجديد في كده؟ تبقى من نوع الطماع. هو في نوع تاني يا فارس. مين؟ نوسه. ايه؟ نوسه؟ يخرب بيت عقلك. لا لا بس اسمع بس، امان عليك يا فارس، ما ترفضها غير لما تقابلها الاول. مش احسن ما تمضي وصل الامانه بتاع البهايم ده وياخد من فلوسك 10% زياده؟ ودي بقى قابلها ازاي وامتى؟ عيب عليك، دي تفوتني، ده انا غلاب عبد الوهاب. يلا قوم البس. ايه ما قمتش ليه؟ البس، انت لسه ما لبستش، البس يا عم. البس البس، ما انا لبست خلاص. المحامي قال لي انك من ساعه ما شفتني مش قادر تمسك نفسك وهتموت عشان خاطر تتجوزني، وده شيء انا كنت متوقعه. هو قال لك كده؟ وقال لي كمان انك كنت مضرب عن الجواز لحد ما شفتني، وده شيء انا كنت متوقعه. تقريبا. وقال لي ان لو وافقت على الجوازه هتنفذ لي كل طلباتي، وده طبعا كل ده كنت متوقعه. بالظبط. بس بقول لك ايه، اهم حاجه عندي ما تمنعنيش من الغنى. ما انت مش هتحتاجي تغني بعد كده، بعد الجواز هيبقى معاكي فلوس قد كده. لا طبعا، ده انا جمهوري يقطع شرايينه عليا. انت عايز البت ساره المطرويه تاخد مكاني في الشارع؟ لا 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 لا، على ايه؟ صح، مكانك في الشارع محفوظ. وحاجه كمان، تعمل لي فرح كبير وانا لوحدي اللي اغني فيه. بذمتك كده في عروسه بتحيي ليله فرحها؟ انا، وهخليك تغني معايا. انا
وهتغني تقولي ايه بقى ان شاء الله؟ السود عيونه. وانا اقول ايه؟ يا ولا يا ولا. يا ولا. طيب ماشي. وهتصرف على الكليبات بتاعتي. حاضر يا ستي، حاضر هعمل كل ده، بس يلا بقى نتجوز على طول كده. ومش على طول ليه؟ مش غلاب فاهمك ان انا مستعجل؟ انا ابتديت اقلق، اوعى يكون فيك حاجه ومش عايز تقولي وعايز تدبسني في الجوازه ولا ايه؟ يا بنتي مفيش حاجه، هيكون في ايه يعني؟ انا جاهز من مجاميعه. وانا مش جاهزه، انا عايزه فتره خطوبه عشان نتعرف على بعض. ماشي بقى، ما الخطوبه بقولك ايه، بعد الجواز بقى نتعرف على بعض وهيبقى احلى بكتير. خلاص موافقه، بكره. لسه هستنى لبكره. خلاص يا ستي بكره، بس ما تجيش بكره بقى تقولي بعد بكره. بعد اذنك بقى عروسه. اتفضل يا ابيض. الله 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 الله، تحفه، حلو خالص. هو ايه ده اللي حلو؟ انت ما تنشف يلا. ايه ده وكمان حمش؟ ده يجنن. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله يبارك لك فيه. هيبارك لي فيه ازاي بعينك المقوره دي؟ نقطنا بسكتك واتكتم. انا اصلا الفار بيلعب في عبي من الولا اللي هيتجوز على روحه الابيض ده. خير يا سعيد؟ سعيد مين؟ انا زهدي. خير يا زهدي؟ فارس قنديل شكله هيتجوز النهارده. قول والله. والله الف مبروك. عزمك؟ لا مش فاكر. انا ما عزمنيش كده، مش محتاج ان هو يمضي وصل امانه. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ بفكر ازرع. تزرع ايه؟ الشويه دول. تزرع في دي؟ بس احنا كده هنحتاج ميه كتير عشان دي مالحه. يا نهار اسود، هي دي راسك؟ ما انت فاكرها ايه؟ انا افتكرتها خشبه من بتاعه المرجيحه. على العموم انزل انت من هنا وانا هنزل من هنا. عشان ما نتكشفش. حويط قوي. انا حويط وانت حويط واهبل. بس حماده عايز ايه؟ عايز ايه؟ ابعد عني خالص من فضلك. يا استاذ حماده بقول لك ايه، ما تتكلمش معايا خالص. يا فندم يا فندم يا فندم، انا بعتذر بس يا فندم، انا جاي عشان خاطر اعتذر. لا بقول لك ايه، بس انت في ايه تعتذر؟ ده ايه هي تكيه؟ خلاص كده كده مش حلو خالص. يعني انت تفضحني في شارع وتيجي تصالحني في حاره، ده اسمه كلام؟ ده مش حلو خالص يا فندم. ما تكبرش الموضوع، انا فضحت حضرتك عند البسين وبصالحك في الكوريدور. يا سيدي ما ينفعش، انت عايز ايه دلوقتي؟ يعني يا فندم بصراحه انا نيتي خير. خير ازاي يعني؟ عايز انضم. لا ده يا عم، تنضم من انهي ناحيه يعني؟ انضم للفرقه يا فندم، اغني، اصلا بحب اغني مهرجانات جدا. كلها بقت تغني. مش انت اخويا قلت ماليش في المهرجانات وعملت لي فيها بوب مارلي؟ يا فندم ده عشان انا واقف في الريسبشن، انما انا كادهم بوب من غير مارلي. وعلى فكره انا في راس المهرجانات تافه تافه. بص تافه والله. لا تصدق شكلك تافه تافه بجد. والغنى بقى حصل. طب يلا اختبرني يا فندم. احنا هنعمل تستاهل. يلا اختبرني. قول لي حاجه كده في السريع. هذا واحد بس يعني فاجئتني يعني. انا ممكن اغني للاستاذ عمر. عمر مين؟ استاذ عمر كمان. صاحبي لسه مكلمني. انا بحبه جدا يا فندم. وانا كمان. قول. وركبت الاكس 5 وركبت. لا لا بص 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 عشان نبتدي، بس انت بادي غلط. اكس 6 مش اكس 5. انا بحب الفايف، اصل زروت سبورت تحفه يا حبيبي. مش باللي تحبه، باللي بيتقال في الاستوديو. يا فندم خلاص هغني واحده ثانيه. غني واحده ثانيه. حاضر يا فندم. قول يلا بقى. يلا يا فندم. انتي بسكوتايا متسقية بشاية. انتي بسكوتايا. بص شوية عشان بقول لك ايه، يا مش فتياية، هي اسمها بسكوتايا مقرمش. هي في الشاي بتبقى عسل يا ابني. عسل ايه؟ ما تقول اللي بيتقال في الاغنية. خلاص يا فندم انا هقول زي ما بيقول الكتاب. قول. اوبا رجالة ليكو نعلم تاني فيكو. اوبا رجالة ليكو نعلم تاني فيكو. اختاتي 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 يا ابني انت هتضيعنا. هتضيعنا معاك اسمها اخواتي يا فندم. ما احنا ست اخوات بنات، انا ولد الوحيد. لا ده انت ضايع. ضايع يا فندم بس موهوب. لا انت مش موهوب، انت موهوم. الله الله يا فندم، يعني انا مش موهوب، انا موهوم يا حبيب قلبي. دي شتيمه، دي مش فوق، دي تحت. تحت؟ اه. يعني ايه؟ يعني انا مش هغني؟ لا مش هتغني. يعني انا مش هاجي معاك فرقه ولا تيجي معايا الاتوبيس حتى. اوكي just a second. سوري سير، this is a bill you need to pay. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني حضرتك تدفع الفاتوره دي حالا يا فندم، بدل ما اطلب ابلغ البوليس. طالع بمنظرين ولا ايه؟ على فكره انت طبقتك حلوه بجد والله. تقول بس عايزه شويه تريننج. لا لا في التريننج عجبك جدا يا فندم. لا مش التريننج اللي التريننج يعني تمرين. تمرين. لا لا التمرينات. بص يا فندم هبهرك.
انت انا هبهرك. بص انا هنزل القاهره وهسيب لك تليفوني. حضرتك اديني منادك؟ هديك تليفوني ولو لقيتني مقفول ما عنديش مشكله. اعمل ايه يا فندم؟ تابع تاني، ما هي البدايات بتبقى صعبه. ايوه يا فندم، لازم ابقى مسابر وافضل اعرفك لغايه لو برضه الحق اعرفك يا فندم. حبيبي والله لا اعرفك. بس بجد جامد. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. خلاص كده موضوع لا انا هدفعها بقى خلاص بقى يا فندم. يا ربنا يخليك تدفع. ايه يا ريس؟ لا انا ما عنديش نظر بس هعرفك. حبيبي ربنا يخليك. عرفني هعرفك يا فندم. سيبك نورتني. الله الله سيح قالي حلو والله. واجري ليه؟ اكيد عنده فرح. لا مش فاكر والله، ما فاكر. ايه ده؟ هيك يا استاذ. انت استاذ ايه؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ كنت بحلم. خير اللهم اجعله خير. خير؟ لا مش فاكر يا استاذ. ايه البلاوي دي؟ انت استاذ؟ اخ اخ ده باين عليه مسموم. هكلم الامن بقى. تعالى هنا. ايه ايه في ايه؟ انت جوه بتعمل ايه؟ بجيب ميه. انت كل مره تقول لي مفيش ميه مفيش ميه وتستهبل وتدخل؟ اعمل ايه؟ ما الغرفه عندي مقطوع عندها الميه، وانت غرفتك بسم الله ما شاء الله سخن وبارد يا ما شاء الله، انت صاحب المنتاع. وايه اللي معاك دي؟ ده كوز عشان اجيب فيه الميه. ما تعرفش فين طريق البسين عشان عايز اجيب ميه اعمل كوبايه شاي؟ دماغي خرمان قوي. بقول لك يا زهدي بلاش هبل، سيب البتاع ده. لا سيبه. لا يا عم سيب. انا بقول لك سيب انت. الله في ايه؟ انت هتاخدني في دوكه؟ الله ما تدفع اللي عليك يا اخي. تدفع اللي عليا؟ بقول لك يا زهدي انا زهقت منك، داخل طالع الاوضه وعمال تلف ورايا. احجز عليا. لا ما تهونش عليا. لا احجز عليا. لا ما تهونش عليا. لا احجز عليا. لا ما تهونش عليا. انا كنت جايب لك مصلحه عشان احنا بقينا عشره. مصلحه ايه؟ شيك شيك بسبعة ارقام تدفع الضرائب وتاخد الميراث. اه بتاع الحاج هايم. بتاع البهايم. العشرة في المية. ما تنساش العشرة في المية. شكرا فكرتني. نام انت. والله العظيم فكرة حلوة، على الاقل ما البس واحدة زي كروانة دي. بس العشرة في المية قبل الميراث يا عم. خلاص انا بقول لك اهو، العشرة في المية قبل الميراث. خلاص احجز عليا. لا ما تهونش عليا. بقول لك يا زهدي افتكرت حاجة كده. ايه؟ تعاملي مع قمر. لا فارس فارس الله في ايه؟ مالكش دعوه بقمر. اصل انا تخيلت كده انتوا قاعدين بالليل مع بعض. بس معاه. لا فارس احنا اصحاب. بس حياتي خط احمر. اتفضل الكوز بتاعك اهو وخدش اوضتك. يلا مع السلامه. مع السلامه يا اكل. ايه اللي قمر؟ بقول لك خط احمر. يلا بقول لك ايه؟ ايه؟ احجز عليا. لا ما تهونش عليا. انت يابا يلا يا عم اصحى. ما انا لو قلت له سمعه مش هيجاوب عليا عشان زمانه نسي اسمه. العشرة في المية. في مدارس حبيب قلبي ميعاد المدرسه جه شويه والباص هيرن. ومتشطف. يلا كده والبس هدومك. انت شنطتك فين؟ لا مش عارف. طب يا حبيبي نام انت وانا هدور عليه. ما انا جبته لنفسي. غريب قوي، انا ما عنديش عنه اي تفاصيل. بسرعه حضرتك قولي لي عايزه مين بالظبط. انا عايزه ده. كله ولا ده؟ لا هو ده. كله ولا ده؟ انا عايزه من ده يا حزنبل. انا عايزه من ده. سمعت المرضى بكشف فيها في ثانيه واحده. دي بكشع بيها خالص.
ده؟ طب بتعيطي ليه بس؟ في ايه؟ بقى هي الدنيا كده، لا لا لا، بقى هم الناس كده، لا لا لا، يا خسارة فرحتي، آه آه، يا خسارة دمعتي، يا أما مين ياخدني تاني يرجعني لغرفتي؟ جيتي للشخص الصح. يلا اتفضلي اطلعي بره. تعرف الساعه كام؟ سيبني شويه يا عم حزم بول. يلا احكي لي حكايه البلبل. اليوم خلص. لا والنبي يا عم حزم بول، يلا احكي لي حكايه البلبل. الساعه 2 اليوم خلص. طب انا هقول لها ابله كريمه. ابله كريمه وحزم بول؟ حضرتك ده فيلم ايه بالظبط؟ حضرتك اتفضلي بقى اطلعي بره بدل ما اطلب لك الامن. ممكن انت نوتي. نوتي ايه؟ نوتي ايه؟ انك شغاله هنا ولا انت ايه بالظبط؟ ولا انت جيست؟ مش معقول. اعرف على الفندق كله. ده فندق كله مجانين وحالات نفسيه وتركيبات معقده. مش معقوله يعني اللي بتعملوه فيا. يا رب اعرف انام لي ساعتين. سبتي السماعة دي جات لي منين بس؟ صباح الفل. صباح الفل على ستك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ قلب مدى لسه ما لبسش، احنا عايزين نلحق الفطار قبل ما يخلص وكده مش هيبقى حلو خالص. بقول لك ايه يا حماده؟ قلب حماده، هو احنا بعد ما كنا قاعدين في الكافيه امبارح رحنا في حته؟ حته زي ايه يعني؟ مش عارفه يا اخي، ما انا بسالك. لا انا كل اللي اعرفه ان كل واحد فينا راح على اوضته وخلص الكلام على كده. مش كده برضو؟ اه الا بقى اذا كنتي خرجتي بعدها. لا انا ما خرجتش في حاجه، انا جيت على اوضتي. خلاص يبقى ما خرجتيش الا اذا كنت خرجتي بعدها. اصلا انا صحيت من النوم لقيت السماعه دي في حضني. نهار اسود، ده ايه ده؟ دي سماعه الدكتور. امال سماعه الدش؟ طب خلاص ممكن يكون كان في دكتور قبل منك في الاوضه ونسي السماعه. تصدق صح؟ هو اكيد كده. ما هي بقى هتجيلي هنا منين؟ اكيد بدكتور نسيها. خلاص بالظبط، بس انت لازم بقى تسلميها للفندق عشان تخلي مسؤوليتك، عشان تبقي فعلا حلو خالص. ماشي خلاص، اخفى انت من قدامي دلوقتي لحد ما اشوف هتصرف ازاي. بس بقول لك ايه، على الله تجيب سيره لحد. عيب يا ست الكل، انت عمرك قلتي لي على سر رونا ما قلتوش للناس. طيب شفتي بقى، الا اذا كنتي خرجتي بعدها. انا بقول ما خرجتش ولا اتنقلت في حته. يلا سبقني على المطعم. طب يلا عشان نلحق الفطار، لو خلص مش هيبقى حلو خالص. لا انت اللي كده مش حلو خالص، وعلى الله تخلص الفطار. حكي، انا عارفاك هفاك. خلاص هروح حمامه، ولا اقول لك بالنسبه لنا يا ماما. لا كده مش حلو خالص، هتكوني خرجتي بعديها. لا 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 لا، خير يا دكتور؟ ادهم، السماعه بتاعتي لاقي؟ بتاعت سماعه امجد؟ امجد صحي نوم، السماعه جنبه مش لاقي. لا ما انا مش واقف مع كريم ابن اختي. يعني ايه يا دكتور سماعتك تضيع؟ دكتور من غير سماعه يعني عسكري من غير طبنجه، يعني الاتي من غير كمانجه، يعني طبيب من غير سرنجه، يعني ريسبشنست من غير حنكه. لا 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 بهزر، حضرتك انا محنك جدا. انت شخص غير محنك. لا انا محنك جدا جدا. ادهم انت ما عندكش حنكه. لا انا عندي حنكه. لا ما عندكش حنكه. انا مش فاهم يعني ايه حنكه دي اساسا يعني. لو عندك حنكه ما تتكلمش معايا بالاسلوب ده، لان انا جاي لك عشان تساعدني مش عشان تقطمني يا اخي. سوري يا فندم، حضرتك عندك حق. انا ثانيه واحده هسالك على السماعه الطبيه في اللاست اند فاوند. لا يا سيدي استنى، انا ما سافرتش بالسماعه خارج البلاد. خارج البلاد يعني ايه؟ ما سافرتش بيها بره مصر. بره مصر فين؟ في اللاست اند فاوند. ايه؟ في اللوستا فلاوس. لوستا فلاوس؟ اه. ولا اللي بلا حنكه اسمه خالص يا دكتور، اسمه خالص. لوستا فاوند يعني مكتب ان وجد، ان وجد. سيبنا اتصل بيهم.